ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، الموضوعات اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الشيست: اللانجز بمحتوياتها، الميديستاين بمحتوياته، الهارت، الكورونريز، وشويه الحاجات الاديشنالز اللي هي البريست والليمف نودز. ماشي، نبدا باللانجز. الستاندرد بتاعنا في الفيجواليزيشن او في الشيست هو الايه؟ تشيست اكس راي. بوستر انتيرو ولا انترو بوستيرور؟ بوستر انتيرو. ليه؟ بالظبط كده، عشان ايه؟ نقلل، نخلي الهارت لازق في الفلف، فنقلل الماجنيفيكيشن بتاعه. تمام، اوكي. اكسبيريشن ولا انسبيريشن؟ طبعا اكسبيريشن. انسبيريشن بالظبط. نعرف نحدد الفرق بين الاثنين؟ عدد الريبس انتيرير وبوستيرير، عارفينها؟ طيب هتكلم دلوقتي كلمه عامه خالص على الشيست اكس راي. تمام، الشيست اكس راي لازم يبقى فيه 3 اربعات. اول اربعه لازم يكون في حاجه اسمها ايدنتيفيكيشن، يعني اسم العيان والداتا بتاعته. تاني حاجه لازم يكون سنتراليزيشن. يعني ايه سنتراليزيشن؟ يعني مش محود ناحيه عن ناحيه. بنحسبها ازاي؟ نجيب سباينس بروسس هنا، الميديال اند من الكلافيكل، الميديال اند من الكلافيكل، الاثنين قد بعض. تالت حاجه بينتريشن، لازم يكون ادكويت بينتريشن، واخد دوز محترم اللي هي مظبوط. ازاي؟ ان انا ابص على اللي هي الايه، الديسك. انا شايف الديسكات بالعافيه، لو شفتها بوضوح ده معناها ان واخد دوز عاليه، حرقت اللنج وبينت العظم. ما شفتهاش خالص معناها ان واخد دوز قليله. تمام، ده الستاندرد بتاعنا القديم. بعد كده ادكويت فنتيليشن، يعني واخد نفس كويس. اعرفها ازاي؟ عن طريق الانتيرير ريبس او البوستيرير ريبس. انتيرير ريبس، تعال نشوف ده كده. الريب الاولاني اللي هو المايل، وادي الثاني، وادي الثالث، وادي الرابع، وادي الخامس، وادي السادس. قطعت نص الديافرام، قطعت نص الديافرام عند خامس او سادس ريب، يبقى دي ادكويت فنتيليشن. تعال نشوف هنا، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي اربعة. نص الديافرام عند اربعة، يبقى ده اندر فنتيليشن، اللي ممكن يبقى نتيجة ايه؟ اكسبيريشن. طيب ده بالنسبة للانتيرير ريبس. بوستيرير ريبس ده الاولاني، مش كده؟ نرجع معاه لغاية لما لقينا واحد كده بالعرض اللي هو اثنين. فوانا بوس في البوستيرير ريبس بعد ايه؟ من اول اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة، 11، مفيش أي مشكلة. تعال نشوف هنا، هادي الأولاني، رجعت لغاية اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. يبقى تاني under ventilation. يبقى الأربع حاجات اللي بعلق عليهم في الأول خالص: الـ identification، الـ centralization، الـ penetration، والـ ventilation. دول أربعة ايشن. تمام، بعد كده او نبص للفيلم من بره لجوه. اول دايره ببص عليها في صوره الدوائر السوفت تيشوز اللي بره خالص. سوفت تيشوز اللي بره خالص يعني ايه؟ الحته بتاعه الاكزيلا، السكين فيه اي نوديول، البريست شادو، النيك فيه في مثلا ماس ولا حاجه، فيه ثايرويد. طيب ده سوفت تيشو. التاني حاجه بعلق عليها البوني كيج، اللي هي العظم اللي بيظهر عندنا بما فيها ايه؟ حته من الكلافيكل، الهيومرال هيد ممكن يكون فيها ليجن. تمام، بعد كده قوم داخل على الريبس بوستيرير، الريبس انتيرير، الكلافيكل. الاسترنم هنا ما تبانش معايا قوي. بعد كده بقوم داخل لجوه تاني اللي هو الايه؟ اللانج نفسها، يمين وشمال. وهنا ما بقدرش احدد لانج لوبس، فبحددها لانج زونز. تمام، يعني ايه زونز؟ ببص على الريبس انتيرير، ده تاني ريب انتيرير، وده الاولاني. اول اثنين سبيسز بنسميها ابر لانج زون، الاثنين سبيس اللي بعديها ميدل لانج زون، بعد كده الباقي لور لانج زون. فلو في ليجن هنا يبقى في الابر رايت لانج زون، وكل زون بقسمها ميديال ولاترال. او دي مثلا سوبرا كلافيكولار، انفرا كلافيكولار، دي مثلا بارا هايلر بريفرال، دي بارا كاردياك وبريفرال. تمام، بعد كده انا دخلت سوفت تيشو بره، بعد كده بوني كيج، بعد كده لانجز، بعد كده اخر حاجه ايه؟ الميدياستاينا. واقدر ابص عليه بقى من حيث الهارت، الميدياستاينا نفسه اللي هي الجريت فيسلز، التراكيه، شيفتد الناحيه دي، بلجنج الناحيه دي، وهكذا. دول الاربع دوائر. اربع اخر حاجات اسمها هيدن ارياز، الحتت اللي ممكن تمس مني. اثنين بحرف الاي واثنين بحرف الاتش. الاي الاولانيه لانج ايبكس، ان ممكن لانج الايبكس تكون مقطوشه في الفيلم اصلا وانا مش واخد بالي منها، او يكون في ليشن في بدايه الريب هنا وانا مش واخد بالي منه. البانكوست تيومر بتمس منا كلنا وهي في بدايتها. تمام، اوكي. الايه الثانيه اير اندر دايفرام، هل في اب نورمال اير اندر دايفرام ولا لا؟ دي ايه ودي ايه. بعد كده اتش واتش، هايلا هارت. اشمعنى؟ لا، الهايلا محتاجه بصه مخصوصه، المفروض الحته دي اسمها هايلا انجل، لازم تكون ايه؟ كونكيف لجوه وليست كونفكس لبره، والا هي هيبقى فيها مشكله في الليمف نود او في الفيسلز. تمام، الهارت بقصد الريترو كاردياك اريا، هل في هنا بارا سباينال سوفت شادو؟ هل في ايرف ليود ليفل ممكن تبقى هياتس هيرنيا مش عارف ايه؟ تمام، وهكذا. يبقى اربعه الاولانيين ايدنتيفيكيشن، سنتراليزيشن، فنتيليشن، وبنتريشن. تمام، الاربعه دوائر اللي بنبص عليهم: سوفت تيشو،
البوني كيج، اللانجز البارينكما، بعد كده الميديا ستاينا، والاربعه هيدن ارياز الايدكس تاع لانج، الديافرام ان هير اند الديافرام، هل في الليفيتد ديافرام ولا حاجه، بعد كده الاتش هايلا، اتش هارت او ريترو كاردياك ريجن. تمام اوكي، ده بالنسبه للايه الاكس ري فيلم بتاعنا العادي. طبعا هنا احنا قلنا النورمالي الاقي تحت الليفت ممكن الاقي الفندس بتاع الاستومك او الاقي السبلينك فليكشر تحت الليفت هيمي ديافرام، لكن تحت الرايت نيفر. لقينا هواء يا اما اير فلويد ليفل حاجه زي كده ده هيبقى ابسس، يا اما لو لقيت كريسيس دي شيب يبقى فري اير، يا اما لو لقيناه زي الهاوسترا شيلا دي سيندروم، يا اما لو لقينا هواء بيزار شيب زي ده والناحيه الثانيه ما فيهاش سايتس انفرس. سايتس انفرس تمام كويس قوي. وقلنا ده عندنا ايه الميدياستاينال بوردرز بالاكس راي وبالسي تي. بالاكس راي الرايت كاردياك بوردر بيبقى من الرايت اتريوم اللي هو ده، وايه اللي بيفتح فيه من فوق سوبيريور فينا كيبل، يبقى الحته دي سوبيريور فينا كيبل. طب الليفت كاردياك بوردر بالليفت بالليفت فينتريكل تمام اللي هو ده اللي هو الايبكس بتاع الهارت. ايه اللي فوقيه المفروض حته هنا الليفت اتريال ابندج، بعد كده بالمونري ترانك وليفت بالمونري ارتري اللي هو ده، بعد كده الاورتا الاورتيك ارش اللي هو ده تمام. فعندنا هنا نقدر نحدد ايه البالمونري او الكاردياك بوردرز احسن بالسي تي. وقلنا في اللاترال انهي هيمي ديافرام الاعلى تمام، احنا قلنا ان غالبا الليفت اوطى، الليفت اوطى تمام. ليه؟ لان الهارت مريح عليه. طب اعرف ازاي ليفت من رايت مش باعلى ولا اوطى؟ يعني هنا مثلا مين اللي الهارت واكله، يعني الهيمي ديافرام ده مش مكمل لان الهارت ايه واكله. يعني ايه؟ يعني الهارت فوق ابيض وتحتيه ليفر ابيض، وبالتالي عامل ايه خافي الديافرام، ده اسمها سيلويت ساين. لكن هنا الرايت هيمي ديافرام ايه لانج فوقيه وليفر تحتيه، وبالتالي اسود وابيض فعامل كونتراست فقدر اشوفه بالكامل. هنا الرايت لانج كان ايه او الرايت هيمي ديافرام اعلى، لكن هنا الرايت هيمي ديافرام اوطى. فمش مشكله مين عندي اوطى واعلى، اهم حاجه مين اللي مكمل ومين اللي الهارت عامل له ايه سيلويتنج تمام. طيب عندنا اثنين لانجز، انهي الاكبر؟ الرايت لانج. اشمعنى؟ لان الليفت لانج ضاغط شويه مضغوطه بالايه بالهارت تمام. الرايت لانج متكونه من 3 لوبس ما بينهم 2 فيشر. الفيشر الاولاني اسمه الميجور فيشر او الاوبليك فيشر، الفيشر الثاني الماينور او الترانسفيرس، وبيقسمهم لي الى 3 لوبس ابر لوب لور لوب ميدل لوب. اما الليفت لانج هم 2 ميجور فيشر واحد او اوبليك فيشر واحد، يبقى ابر و لور. هتقول لي امال الحته دي الحته دي في الرايت لانج اسمها ميدل لوب، ما يقابلها في الليفت لانج جزء من الابر لوب اسمه لينجرام. لينجرام تمام. ونقول معلومه ان الميجر فيشر بيبدا بوستيريور، لان اللانج لو خدتوا بالكم مايله لقدام، لارجر بوستيريور عن انتيرو، فالميجر فيشر بيبدا بوستيريور تقريبا عند الليفل بتاع ايه تي 4، ويفضل ينزل لغايه ايه 3 4 سم بيهايند الاسترنال، بيقابله عند الهايلم تقريبا يعني عند سادس ريب انتر كوستال او ميد اكزيلري اللي هو الايه الماينور فيشر تمام. طيب انا كده باصص ازاي؟ بص بوستيرو كده بص انتيرو. ده الفرق بين ايه الاثنين بوزيشن. احنا قلنا لو بص انتيرير تمام، يعني لو مصور انتيرو زي في حالات الاي سي يو بصور انترو بوستيرو بوزيشن، او في حالات البيدياتريك انترو بوستيرو، الهارت هو اللي هيبقى عندي ايه قدام، فهياخد المسافه دي كلها الاكس راي، فيحصل ايه ماجنيفيكيشن. عشان كده بنحب نجيب ايه البوسترو انتيرو تمام. طيب بالنسبه للاوبليك فيشر، الاوبليك فيشر بيبدا بوستيرولي هاي، بعد كده انتيرولي لو، بيبقى خلاص واصل لغايه الديافرام، وتقريبا عند الهايلر انجل بنلاقي مين الترانسفيرس فيشر. هل بيبانوا في الاكس راي؟ الترانسفيرس ممكن يبان في البوستر انتيرو فيو، لكن الاوبليك صعب يبان. ليه؟ لانه لافف لفه كامله حوالين اللانج، اما الترانسفيرس جاي لي فانا ممكن اشوفه كايدج فاشوفه كخط، لكن في اللاترال ممكن اشوف الاثنين، ده هيبقى كده الترانسفيرس وده هيبقى كده الاوبليك، وما بينهما ويتش لوب ميدل رايت رايت اللي هو الميدل لوب تمام. اوكي نفس الكلام هنا، ده كده عندنا الترانسفيرس فيشر وده الاوبليك فيشر، يبقى عندنا ابر لوب عندنا ميدل لوب عندنا لوور لوب تمام. اوكي اما ده هيبقى مين ترانسفيرس فيشر، هنا هيبقى انهي لوب؟ مش هتكلم مش هتكلم كلوبس تمام. احنا قلنا ايه الاكس راي دايما هنتكلم كايه زونز. اوكي ابر لانج زون ميدل لانج زون لوور لوب، لكن انا عارف طبعا ان اللي فوقيه هيبقى ديفينتلي ابر تمام. اوكي ونقطه تانية هنتكلم عليها، نقول ان
الميدل لوب انتيريور ستراكشر ولا بوستيريور ستراكشر؟ انتيريور ستراكشر. اللور معظمه بوستيريور ستراكشر، لذلك والهارت انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور ستراكشر. لذلك لو حصل كونسوليديشن في الميدل لوب ايه اللي هيحصل؟ هيختفي الكاردياك بوردر، هيحصل سيلويتنج للرايت كاردياك بوردر، ولو حصل سيلويتنج للليفت كاردياك بوردر يبقى مشكله في اللينجرا. لو حصل سيلويتنج بقى للهيميديافرام يبقى مشكله لور لوب. يبقى ممكن من السيلويت ساين انهي حته بيضت هقدر احدد اللوب بدقه. تمام. طيب احنا عندنا هنا سي تي لانج ويندو كورونال ريكونستراكشن، شايفين الخط ده اللي هو مين؟ الترانسفيرس، واللي تحتيه الاوبليك. اشمعنى انا جاي هنا كورونال فلقط واحد فوق ولقط واحد تحت، ونقول المعلومه دي اللي هي الفيشر ممكن اشوفه في صوره خط ابيض او حته ما فيهاش فاسكولاريتي، اريا ديفويد اوف فاسكولاريتي. يعني هنا ده الايه؟ ده الاوبليك فيشر بتاع اللنج الشمال. انا شايف فيشر؟ لا مش شايف، لكن انا شايف الاريا بتاعه الفيشر، الاريا دي ما فيهاش فاسكولاريتي. خلاص يبقى لو شاور على الاريا دي يبقى دي ايه؟ ده الميجر فيشر بتاعه الليفت لانج. ده هنا الميجر بتاع الرايت وده الماينور بتاع الرايت اللي هو ترانسفيرس. تمام. يبقى ده عندنا ابر رايت لانج لوب، ده الميدل لوب، ده لور رايت لانج لوب، وده ابر ليفت لور ليفت. تمام اوكي. انا كده مصور اني لانج؟ طبعا خلصان الرايت لانج، لان عندي ادي ميجر فيشر وادي ماينور فيشر، يبقى ابر ميدل لور لوبس، ودي الايه؟ الهايلا بتاعتي. تمام. وده لو شاور على ده هيبقى مين؟ الرايت هيميديافرام. تمام اوكي. هنا طبعا ويتش لانج؟ الليفت لانج. يبقى انا عندي ميجر فيشر ابر ولور لانج لوبس، ودي الهايلا بتاعته، ودي طبعا ليفت هيميديافرام. طيب يبقى خدنا الفيشرز، ناخد بقى اللوبس. عندي ثلاثة ليفلز عشان بعملهم اسسمنت للوبس. الليفل الاولاني لو انا شايف التراكية فقط في الصورة يبقى انا كده في انهي لوب؟ فوق خالص، يبقى ابر لوب، يبقى ده ابر رايت ده ابر ليفت. خلاص خلصنا الحته دي. طيب اتقسمت التراكيه، الكراينا عملت لي مين؟ تو برونكا، يعني تقريبا الليفل بتاع التقسيمه اللي هو الليفل بتاع الكراينا. قدام هيبقى مين؟ ابر لوب. ورا هيبقى مين؟ لور لوب. لور لوب يعني انتيرور في البيكتشر دي هتبقى مين؟ ابر لوب. ورا لور لوب. فين الفيشر؟ شايفين الاريا دي ديفويد اوف ايه؟ اوف فاسكولار، في حته اندنتيشن صغنططه كده. تمام. نفس الكلام هنا ديفويد، يبقى ده ابر وده لو، طالما انا في الليفل بتاع مين؟ الكراين. تمام. نزلت تحت شويه قابلني فيو هننساه لان ده هيبقى صعب شويه، عند الروت اوف جريت فيسلز. ساعات السي تي كات بس دي مش ستاندرد، ممكن تحف بالاثنين، الماينور فيشر نازل بميل سنه صغيره، فممكن لو جيتوا عند الليفل ده هيبقى ابر ميدل لور، ابر ميدل لور. امال فين الفيشرز؟ الاريا اللي هي ايه؟ ديفويد اوف فاسكولاريتي دي وديفويد اوف فاسكولاريتي، اللي قدام هيبقى الماينور واللي ورا هيبقى الميجر. نفس الكلام هنا بس هنا هتبقى اسهل، ابر ولور، لان مفيش اصلا عندي ايه؟ ميدل لوب ولا عندي ترانسفيرس فيشر. تمام. ننسى الليفل ده ونخش في اللي بعديه. الليفل بتاع الهارت نزلت تحت خالص، فيبقى عندي اللي جنب الهارت قلنا مين؟ الميدل لوب. يبقى عندي ميدل وعندي لور، يبقى انا عندي ميدل وعندي لور، وده الميجر فيشر. وهنا مين؟ في ميدل في الليفت لينجولا اوف ابر ولور. تمام. عشان بس دي ممكن نغلط فيه، لان في ناس بيقول لك ايه الرايت ميدل لوب، انا ممكن اغلط فيها يعني وانا لا مفيش حاجه اسمها رايت ميدل، هو ميدل واحد بس. زي الرايت ليفر. تمام كده. طيب تمام. يبقى انا عندي دلوقتي في الليفل، في الليفل بتاع الهارت اللي قدام هيبقى مين؟ هنا ميدل، هنا لور، هنا لينجولا اوف ابر، يعني عايز تقول ابر خلاص، وهنا لور. تمام كده. طب تحت خالص لور بس، زي ما كان فوق خالص ابر بس، تحت خالص لور بس. ويبقى كده عندي دول الثلاثه ليفلز بتوع اللونج لوبس. لو انا في التراكيه، لو انا في الكراينا، لو انا عند مستوى الهارت. لو انا في التراكيه يبقى كل اللي موجود فوق هو ايه؟ ابر لانج لوبس. لو انا في الكراينا هيبقى الانتيرور ابر، البوستيرور لور. نفس الكلام هيبقوا الاثنين ايه؟ زي بعض. لو انا عند الليفل بتاع الهارت الانتيرور ميدل وهنا لور، اما هنا ابر وهنا ايه؟ لور. لينجل اوف ابر ولور. تمام كده بالنسبه لانج لوبس. اوكي.
نصعب الدنيا شويه ونبدا نخش في الايه في البرونكوبالمونري سيجمنتس تمام. ونقول ان التراكيه دينا واخدها من عند دكتور ممدوح محفوظ جزاه الله خير, واخد منه حاجات كتير في اللانج والميديستاين تمام. التراكيه اتقسمت الى رايت مين برونكس, دي بتبقى ايه شورت وبرود شويه, وليفت مين برونكس. الليفت مين برونكس بتبقى مور هوريزونتال وطويله. اشمعنى؟ لان التراكيه سلايتلي تو ذا رايت سايد, يبقى مين اللي هتمشي مسافه اطول؟ الليفت مين برونكس. المعلومه دي مهمه جدا تمام. طيب التراكيه دلوقتي اول ما اتقسمت لرايت طلعت على طول برونكس للابر لوب, بقت ابر لوب برونكس تمام. الميدل والرايت كملوا مع بعضيهم على هيئه برونكس انترميديس, يبقى انا عندي ابر لوب برونكس وبرونكس انترميديس. البرونكس انترميديس المفروض تدي الميدل لوب واللور لوب, وهي بتدي الميدل لوب بتتقسم اسمين تانيين, بيزال برونكاي وسوبيرو برونكس تمام. يبقى عندنا رايت ابر لوب برونكس, بعد كده برونكس انترميديس. الانترميديس بتتقسم الى ميدل ولور, اللور بعد كده بتتقسم لواحده سوبيريور, والباقي بيبقى اسمه برونكس بيزاليس تمام. احنا هنجيبهم على الافلام ان شاء الله قدر المستطاع تمام, بحيث ايه هنحفظهم بسهوله ان شاء الله. طيب ناخدهم واحده واحده على اليمين, بعد كده نتكلم على الشمال. دي الابر لوب برونكس بتتقسم لثلاثه. ايه هم الثلاثه؟ انا باصص كده لاترال فيو على اللانج, ده قدام وده ورا, وده كل ده مين؟ الابر لانج لوب, وده الميدل لانج لوب, وده اللور لانج لوب. ليه؟ لان ده الميجر فيشر وده الماينور فيشر تمام كده. الابر لانج لوب بيتقسم الى انتيريور وابيكال وبوستيريور تمام. يبقى له كام برونكس هيطلعوا له؟ ثلاثه تمام. طيب نزلت تحت شويه على الميديال الميدل لوب تمام. طالما قلت ام خليه معاك برضو الام, ان هيبقى ميديال ولاترال تمام. ميديال دي اللي هي جنب الهارت, ولاترال هتبقى فوقيها شويه تمام. يبقى عندنا الميدل لوب اتقسم لكام سيجمنت؟ 2. الابر لوب اتقسم لكام سيجمنت؟ 3. 2 و3 يعني كام؟ 5. اللور لوب بيتقسم لخمسه كاملين تمام. واحده فوق خالص كان زمان بيسموها الابيكال اوف ذا لور, وانا صعبها على نفسي ليه؟ مش في ابيكال هنا فوق؟ يبقى دي خليها السوبيريور سيجمنت تمام. والاربعه اللي تحت بالكامل اسمهم بيزل سيجمنتس. واحده قدام بقت انتير, واحده ورا بقت بوستير, وهنا يمين ميديال ولاترال تمام كده. يبقى تاني الابر لانج لوب فيه ثلاثه سيجمنتس, انتيريور ابيكال بوستيريور. الميدل فيه ميديال ولاترال, اللور فيه سوبيريور واربعه بيزل, انتيريور وبوستيريور وميديال ولاترال. انا هنا مش شايفهم طبعا ليه؟ لان انا بص من بره بس لاترال, فالاثنين هيبقوا كابتد على بعضين تمام. ونقول ان السوبيريور سيجمنت تقريبا بتطلع عند الليفل بتاع الايه بتاع الميدل برونكس, ميدل لوب برونكس. طيب يبقى هنا كام برونكس كلهم على بعضهم؟ 10 تمام. الليفت في كام؟ 8. يبقى في 2 ناقصين, تعال نقولهم بقى. اولا الليفت من برونكس طويله خالص, بعد كده اديت لنا مين؟ الابر. هتطلع على ابر وهتطلع على لينجولا تمام. الابر 2 بس, واحدة هتبقى ايبيكو بوستيرير, واحدة انتير. يبقى أنا عندي انتيرير ودي ايبيكو بوستيرير, لحموا مع بعضين. يبقى أنا عندي كام اتنين كام سيجمنت في الأبر لوب؟ 2 انتيرير وايبيكو بوستيرير, زائد اللينجولار سيجمنتس بتاعت الأبر برضو في عندي 2 تانيين. اللي تحت جنب الهارت اسمها انفيرير, واللي فوق سوبيرير تمام كده؟ تمام. طيب اللور لوب برونكس ادت مين؟ برضو ادت superior segment و basal segments, anterior و posterior و lateral بس. امال فين الميديال؟ الهارت دخل مكانها تمام كده؟ معايا ولا ايه؟ يبقى انا كان عندي 10 segments يمين و 8 segments شمال. طيب انا هنا which long loop؟ الابر. خلصنا من القصه دي لان انا عند مستوى التراكيه. طيب يبقى دي انهي segment؟ هل anterior ولا epical؟ انا فوق خالص epical, فخلاص الليفل ده بيريحني, دي الابيكال سيجمنت سواء يمين او شمال تمام. اوكي طيب نزلت تحت شويه بس انا لسه لغايه دلوقتي عند مستوى مين؟ التراكيه. يعني انهي لوب؟ ابر لوب تمام. بقسم الى ثلاث تلات تمام, تلت قدام وتلت في النص وتلت ورا, انتيريور بوستيريور ابيكال تمام كده. الرسمه دي كده انتيريور انتيريور بوستيريور وابيكال سيجمنت تمام كده. اما هنا هتبقى مين؟ انتيريور وابيكو بوستيريور, تلت وتلتين انتيريور وابيكو بوستيريور
خلصنا كده من السيجمنتس بتاعت ايه الليفل بتاع التراكي تمام. طيب نزلنا عند الليفل بتاع الكراينا. فاكرين كنا قلنا انهي لوبس اللي عندي هنا؟ طالما الليفل بتاع الكراينا اللي قدام هيبقى ميدل واللي ورا هيبقى لا عفوا اللي قدام ابر واللي ورا لور. اللي قدام ابر واللي ورا لور يعني الاثنين طالما عند الليفل بتاع الاثنين برونكاي شبه بعض اللنج اليمين والشمال فالليفل ده سهل. يعني احنا قلنا ده ابر لوب تمام. اكبر سيجمنت في الابر لوب هي مين؟ هي الانتيرو سيجمنت. فدي الانتيرو بتاع الابر وده اللور لوب. اللور لوب مين السيجمنت الوحيده اللي بتطلع لفوق؟ السوبيريور سيجمنت. فخلاص كده يبقى دي الانتيرور على الناحيه دي ودي الانتيرور برضو على الناحيه دي ودي السوبيريور على الناحيه دي ودي برضو السوبيريور على الناحيه دي تمام. فالليفل ده سهل وزي بعض خلاص كده تمام. اوكي نخش في الليفل اللي بعديه اللي هو الليفل بتاع الهارت ونفتكر اللوبس. الليفل ده كان بيتقسم تقريبا تلت وتلتين. الجزء اللي قداماني انهي طبعا انهي لوب؟ الميدل وده اللور وهنا لينجل اوف ابر تمام وده اللور تمام. ونبدا نقسمهم نمسك اللور على الناحيتين نقسمه تلات تلات انتيرير بوستيرير لاترال وميديال. ميديال اللي هي الحته دي بروتروجن تمام بس اكبر من كده شويه. انتيرير وبوستيرير ميديال ولاترال. اما هنا انتيرير وبوستيرير ولاترال خلاص خلصنا من القصه دي تمام. يبقى اللور لوب هنا اربعه هنا ثلاثه تمام. اوكي فاضل لنا مين؟ فاضل لنا اللينجولا الميدل لوب الناحيه دي واللينجولا بتاعت الابر الناحيه دي وهنقسمهم اثنين. اللي جنب الهارت بتاعت الميدل لوب هتبقى ميديال سيجمنت ودي هتبقى لاترال. واللي جنب الهارت الناحيه دي الهارت ده انفيرور ستراكشر هتبقى ايه؟ انفيرور سيجمنت ودي سوبيريور سيجمنت تمام كده؟ اوكي ده كده هيبقى انهي فيشر؟ الميجر فيشر سواء على الناحيه دي او على الناحيه دي. يبقى دي انهي لوب؟ ميدل لوب وده لور وده انهي لوب؟ الابر تمام وده ايه؟ اللور تمام. يعني لينجولا وفابر. يبقى كده قسمنا دي كده تبقى ميديال ودي لاترال ودي انفيرير ودي سوبيرير. اما هنا دي شويه بتاع دكتور ممدوح بقى الحته دي انهي سيجمنت؟ تمام 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 عايزين تسموها ميديال بيزل مفيش مشكله. البوستيرور بيزل بتاع الرايت لور مفيش مشكله. انتيرور بيزل برضه مفيش مشكله. اوكي انا عندي الليفل بتاع تراكيه يبقى انا اللوب الايه؟ الابر تمام كده. اوكي يعني المفروض هقسم ايه؟ تلات تلات. اوكي انتيرير بالظبط كده تلاتة على الرايت واتنين على الليفت اكس ماشي. انتيرير بوستيرير ابيكال انتيرير ابيكو بوستيرير تمام. اوكي نزلنا عند الليفل بتاع مين؟ الكراين تمام. اوكي وبدانا نشوف اللي قدام غير اللي ورا. اللي قدام هنا هما الاثنين زي بعض صح عند الليفل ده هيبقى ده انهي لوب؟ ابر. انهي سيجمنت؟ انتيرير. انهي لوب؟ ابر. انهي سيجمنت؟ انتيرير. انهي لوب؟ لور. انهي سيجمنت؟ سوبير. وانهي لوب؟ لور برضه سوبير. وده الخط ده اللي هو مين؟ الاوبليك فيشر. وده برضه الاوبليك فيشر مش لازم يكون بالنص يعني انا ممكن اقسمها بالنص بالتلت ما انا هنا شايف الفيشر نفسه خلاص. فده كده كده انتيرير كل ده وده السوبير تمام. طيب يعني تقريبا ممكن نفس الكلام احنا دخلنا بقى في الليفل اللي تحت خلاص. الليفل اللي تحت قلنا شايفين ده الاول ده الميجر فيشر واحنا عند الليفل بتاع نقول الهارت وده الجريت فيسلز او الهارت. يبقى الجزء اللي قدام ده الميدل لوب والجزء ده اللينجولا والجزء ده لور والجزء ده لور. يبقى دي ميديال سيجمنت ميديال بيزل وده بوستيرور بيزل انتيرور بيزل لاترال بيزل. دي كده لاترال ميدل لوب تمام لاترال سيجمنت والميديال بتاع الميدل لوب ودي السوبيرور بتاع اللينجولا وده الانفيرور بتاع اللينجولا تمام. وهنا هيبقى اللاترال هنا بوستيرور تمام وممكن هنا انتيرور. اوكي تحت خالص نفس الكلام تمام. شايفين الخط ده الخط ده اللي هو الايه؟ ميجر فيشر. يبقى السيجمنت انتيريور لاترال بوستيرور نفس الكلام بوستيرور
lateral وanterior. ودي كويسة كويسة. ال segmentation الحمد لله تمام. أوكي. في قاعدة كده هنقعد switch segment switch segment. أنا جات لي أصلا خط في الخط زي ده كده في الامتحان تمام. بس ما جاش ده الخط ده ممكن يكون إيه أصلا بالمرة. ها which one الماينور فيشر. لو جاب لنا خط هنا هيبقى مين الميجر. لأن الميجر إيه بيلف بيلف تمام. ما هي دي احنا اتخدعنا جات لي في المحل واتخدعنا فيها تمام. لا هو بيلف لفه كامله من فوق لغايه تحت حسب انا مصور بقى كورونا لورا هلاقي فوق مصور الكورونا لقدام هلاقي تحت تمام. طيب في الابر بارت بتاعت اللونج يعني واحنا في الابر ابر لوب البلمونري ارتيريال برانشز بتبقى ميديال للبرونكاي. اما في اللور لونج لوبس بتبقى لاترال للبرونكاي. يعني عندنا كده انا ابر ولا لور؟ انا ابر. التركية باينة. يبقى ده ارتيريال برانش ولا لا؟ ارتيريال برانش ميديا للبرونكاي والبين هو بقى اللي هو الناحية التانية. انا ابر ولا لور؟ لور. يبقى البرانشز دي اللي هي لاترال للبرونكاي ارتيريال ولا لا؟ ولا فينس؟ ارتيريال. تمام. دي المعلومة الاولانية. المعلومة التانية بيقول لك ان ايه معظم البلمونري ارتريز بتبقى الى حد ما ترانسفيرسلي اورينتد اما الفينز فيرتيكال اورينتد. فيرتيكال لانها رايحة لغاية هدرين في مين؟ في الليفت اتريوم. اه في الهارت في الليفت اتريوم تمام. تعال نقول بقى التجميعه دي علشان ايه نخلص بقى من القصه اللي فاتت لان دي ممكن ايه يعني وارد انها سؤال. نجيب اللوبس بعد كده نجيب السيجمنتس. انا عندي ليفل بتاع التراكيه كراينا هارت. الليفل بتاع التراكيه ويتش لوب؟ ابر لوب. تمام. الليفل بتاع الكراينا ابر لوب ولا لوور لوب؟ تمام. الليفل بتاع الهارت ميد لوب لوور لوب ولو كويس قوي. تمام. نخش بعد كده على السيجمنتيشن. تمام. عند الليفل ده هتبقى anterior apical posterior anterior apical posterior. عند الليفل ده هتبقى زي بعض الليفل بتاع الاثنين كله زي بعض anterior بتاع الابر superior بتاع اللور superior بتاع اللور anterior upper superior lower. عند الليفل ده دي هتبقى ميديال بتاعت الميدل تمام ولاترال بتاع الميدل ودي انفيرو بتاعت اللينجرا سوبيرو بتاع اللينجرا. بعد كده في الاثنين هنا انتيرو ولاترال وبوستير وهنا ميديال وهنا انتيرو ولاترال بوستير. تمام كده قفلنا الموضوع ده ان شاء الله. اوكي نخش في الموضوع اللي بعديه وده موضوع يعني نقوله بقى ده صعب شوي. تمام ان شاء الله مفيش حاجه صعبه. احنا قلنا التراكيه بتبقى دايركت ناحيه الرايت ولا ليفت؟ الرايت. تمام. فانهي برونكاس هتبقى اطول؟ الليفت. تمام. وهتبقى اعرق وهتبقى ماشيه بالعرض اكتر. تمام. عندنا هنا الرايت. الرايت فيري شورت فاول ما بتطلع بتطلع مين؟ ابر لوب برونكاس. بعد كده بتكمل على هيئه ايه؟ برونكاس انترميديس. فلو انا جاي سجدل في الحته دي هيبان لي الهايلم صح كده. لو انا جاي في سجدل هنا هيبان لي الهايلم. سجدل بقى ان بتوين ولقيت برونكاس واحده ما حواليهاش هايلم يعني الهايلم ده عباره عن ايه؟ ارتري وفين وبرونكاس. تمام. يعني هنا الاقي ارتري وفين وبرونكس هنا الاقي ارتري وفين وبرونكس. لكن هنا لو لقيت برونكس لوحدي هتبقى انهي رايت ولا ليفت؟ ليفت. تمام. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان هنا لو خدت بالكوا عند الليفت برونكس في اتنين استراكشرز كبار بيبقوا حواليها. تمام. بيبقى فيه هنا ارش اوف اورتا وهنا البلمونري ترانك نفسه او الليفت سايد بتاع او الليفت برانش. لان التراكيه زي ما هي دايركتد توورد رايت البلمونري دايركتد توورد الليفت. تمام. فهتلاقي ده تبع الليفت بالمونري ارتي مع البالمونري ترانك وده الارش اوف اورتا. هنا هيبقى في ارش تاني هنقوله كمان شو. تمام. يبقى ادي التراكيه اللي دايركتد ناحيه الرايت. تمام. الرايت برونكس صغيره بتدي الابر لوب بعد كده بتكمل برونكس انترميديس. الليفت اللي هي الطويله خالص. تمام. علشان طويله تمام هي ماشيه ترانسفيرس بس ماشيه لتحت 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 فبقت تحت الايه تحت الليفل بتاع الارتري. فده هيبقى مين البالمونري ارتري وده الارش اوف ايه الارش اوف اورتا جاي من قدام لورا. تمام. فبلقطه في الكورونال اند اون. في هنا يا جماعه ارش تاني بارش اوفر الرايت هايلم الاورتك ارش بارش اوفر الليفت هايلم. امال مين الفيسل الصغنطه ده اللي عامل ارش هنا ازايجوس ارش. اكسلنت يا باشا. تمام. فانا عندي اتنين ارشز ارش كبير ده ناحيه الليفت ارش صغير ده ناحيه الرايت. علشان كده ده كبير فايه اللي بيحصل انا عندي هنا خط جنب التراكيه هنا هوا وهنا هوا فبنسميه رايت باراتراكيل سترايب. ده بنقيسه 3 مللي.
لكن هنا هقيسه قيس ايه يا سيدي؟ ما ينفعش طبعا قيسه ده، هنا في فيسلز كتيره. ينفعني القياس ده في ايه؟ ان لو لقيت الخط ده كبر يبقى دي لينفنودز جايه بره التراكيه، لكن الخط ده هو بالفعل كبير، فصعب اعمل اسسمنت على الليفت بره التراكيه النود، لكن اقدر اعمل اسسمنت ليه للرايت بره التراكيه النود في الاكس ري العادي. تمام. طيب صوره تانية برضو، ده الرايت تراكيه، بعد كده التراكيه، بعد كده الرايت، رايت تراكيه حلوه دي ماشي. رايت، رايت من برونكس، دي الابر لوب ودي برونكس سنترز. اما دي الليفت الطويله خالص، يبقى فوقيها الليفت بالمونري فين، بعد كده اورتيك ارش. اما الرايت فوقيها مين؟ الازايجوس ارش او الازايجوس فين. نعم انا هنا دي لونج ويندو، فانا ما بعلقش على ارتري ولا فين، لكن انا بعلق على ايه؟ على برونكاي على هوا بس. بس انا بقول لك ده المكان بتاعه. تمام. هنا مثلا دي صوره ايه؟ ام ار. انا جبتها بمختلف الاشكال لان هي دي اللي عملت كونفليكت في المحاضره اللي فاتت. تمام. فانا زودت قدر المستطاع. تمام. يبقى عندنا التراكيه ناحيه الرايت هتدي رايت من برونكس اللي بتدي ابر، بعد كده انترميديس، يبقى الارش ده مين؟ ازيجوس ارش. عندنا دي الليفت من برونكس، يبقى اللي فوقيها على طول ده مين؟ الليفت بالمونري ارتري. برافو عليك. والارش اللي فوق خالص ده مين؟ اورش في اورطة. تمام كده اوكي. يبقى لو خد تاني ميد ساجيتال ولقيت برونكس واحده، هتبقى انهي برونكس؟ الليفت. ايه مشكله بقى الام ار هنا عكس السي تي؟ هنا السي تي يا جماعه الفيس الابيض والبرونكس السوداء، لكن الام ار كله اسود، يبقى لازم اكون حافظ الاناتومي صم بالظبط كده. الله المستعان. احنا قلنا التراكيه بتبقى دايركتد ناحيه الايه؟ رايت. لكن البلمونري ارتري اللي هو ده دايركتد ناحيه الليفت، لذلك هتلاقيه في الاكس راي العادي. تمام. ممكن اشوف البلمونري ترانك ناحيه الليفت بلمونري ارتري، لكن الرايت صعب اشوفه لانه كله مستخبي في الميدياستاين وماشي كورس طويل خالص. تمام. يبقى الاطول رايت ولا الليفت بلمونري ارتريز؟ الرايت. الرايت لان البلمونري مع الليفت، فالليفت هيبقى شورت، اما الرايت هو اللي واخد الكورس كله بالعرض. يبقى لو انا هنا في الميدياستاينم هلاقي ارتيرو برونكاس وفين، في العفو في الهايلم، وهنا في الهايلم ارتيرو برونكاس وفين. لكن لو انا هنا في الميدوي ان بتوين ولقيت بلمونري ارتري واحد، هيبقى الرايت ولا الليفت؟ الرايت. تمام. واصله ولا ايه؟ عكس البرونكس، البرونكس الرايت اطول، الليفت اطول، لكن البلمونري ارتري الرايت اطول. اوكي. نفس الكلام هنا البلمونري ترانك اتقسم على طول لليفت، بعد كده رايت، رايت طويل خالص، فلو انا جيت في النص هقطع في مين؟ في الرايت. ومين الارش ده اللي فوق؟ الاورت. نفس الكلام هنا، بس انا جايبها ايه؟ دي لانج ويندو. لانج ويندو انا مش هسال على بيس الغالب. اوكي. طيب نبدا بقى برده في شويه، احنا شويه الحاجات اللي هي بتاعه الهايلم. انهي هايلم الهاير، الليفت ولا الرايت؟ هنجيبها من الفيلم ده. احنا عندنا البلمونري طالع لفوق، بعد كده اتقسم لليفت الاول، بعد كده رايت، فالليفت هايلم هيبقى هاير. تمام. فلو انا عندي هنا الحته دي بتاعه البلمونري ارتري نفسه اللي هو الترانك، وهنا مكمل الليفت. تمام. اما الرايت واخد الكورس ده كله، انا ما بشوفش الرايت بلمونري ارتري لانه ماشي ايه ورا، بقول لك في الميدياستاين، لكن اول ما بشوف بشوف الديسندنج برانش بتاعه. عندنا اي بلمونري ارتري بيتقسم فوق اسندنج، بعد كده ديسندنج. تمام. طيب دي تراكيه، احنا قلنا دايركتد ناحيه الرايت. شايفين يا جماعه الخط الابيض ده؟ ده المسافه اللي بين التراكيه والرايت لانج، اسمه رايت بارا تراكيال سترايب. لكن هل علق على الليفت بارا تراكيال سترايب؟ لا. هنا اتقسمت لرايت من برونكس وليفت من برونكس اللي هي الطويله دي. اوكي. طيب نفس الكلام لو انا عندي البلمونري ترانك نفسه، ادى واحد فوق، ادى واحد سوبيريو، هيبقى الليفت ولا الرايت؟ الليفت. تمام. الليفت ارتري بيبقى فوق البرونكس، فوق الليفت من برونكس. ماشي. ده عندي الارتري، ده اللي عندي الليفت بالمونري ارتري، ودي البرونكس بتاعته. للاسف انا اتسالت على صوره زي دي في الامتحان، هي دي صعب. انا هجيب لك واحده تانية يعني بحيث تبقى اصعب منها.